اهلا بكم من جديد في الجزء الثالث من برنامج الزاويه 90. وسينصان نصر الدين بغدادي لم يحضر معنا، عطانا وعد باش يكون حاضر معنا للحديث ما يحدث في قسم الوطني الثاني للهوات من عنف، من تحكيم، من كولسه واشياء من هذا القبيل. نتمنى من هاد المسؤولين يكونوا مسؤولين على انفسهم لما يبدوا كلمه لقنوات محترمه للحديث عن قضايا كرويه راهنه. اذا مره اخرى نقول لنتاسف لمثل هكذا تصرفات من مسؤولين في كرة القدم. إذا الجزء الثالث سنتطرق فيه للحديث عن، تحدثنا عن العنف، تحدثنا ما يحدث من كولسة في القسم الوطني الثاني للهوات، ولكن إذا الحديث الآن سيكون عن فرق تصعد من الأقسام السفلى إلى العليا ولكنها لا تصمد. ما السر في ذلك؟ نتابع هذه الورقة مع فيلم قران ثم نعود لفتح النقاش. غريبة الأطوار هو ما ينطبق على كرة القدم الجزائرية التي أضحى فيها مستوى الفرق يتدحرج من السيء إلى الأسوأ. فالمتتبع للفرق الصاعدة من الرابطة المحترفة الثانية إلى الأولى يكون قد لاحظ تفوق هذه الأخيرة في الرابطة الثانية وعجزها على تحقيق الانتصارات في الرابطة الأولى. القسم الوطني الثاني مقابلات كأس، مقابلة ما تشبه الأخرى، لكن في القسم الوطني الأول المستوى يتبدل. اللاعبون يرون في الظاهرة أنها راجعة لغياب عامل الخبرة والفرق في المستوى. في الرابطة الثانية كان الريتم دو جو، في الرابطة الأولى كان الريتم واحد أخر. الرغبة في الصعود دون تحديد الأهداف ووضع استراتيجية محددة هي من الأسباب الرئيسة. ليكيب اللي طلع عند الشحنة هذه ترانزيسيون بور فيو ليكيب تطلع برك، مي كي طلعوا موراها ما كان والو، صدر ما كان سبونسور، ما كان سيفونسور، ما كان والو، اوتوماتيكمون يتاثروا عاد يهبطوا. رجال الاعلام ارجعوا السبب الى وجود صراعات داخل هذه الفرق. كاش مستوى مثلا نهضروا على مستوى الثوره، كانت تلعب في دوزيام ديفيزيون طلعت وهي تلعب بيان، قضيه اداره. هذا الامر اظن انه راجع للسياسه اللي يمشي عليها الفريق، لانه الفريق كيكون يلعب في المرحله في درجه ثانيه ولا الأمور يعني مغايرة تماما لما هو في البطولة المحترفة الأولى، خاصة من الجانب المالي، ولا حيث العديد من الأندية اللي يطلع القسم الأول ترجع للمشكل المالي. هناك فريق في القسم المحترف الأول حاليا تعاني من هذا الإشكال، فما بالك الأندية اللي تطلع تصعد من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى. عصب للإدارة تاع أي فريق تصعد إلى من القسم الثاني إلى القسم الأول ما تقومش باستخدامات كبيرة، ولا ما تقومش باستخدامات لاعبين عندهم خبرة، تعتمد بدرجة كلية على لاعبيها اللي حققت معهم الصعود. ويبقى السؤال الذي يطرح في كل مرة دون الحصول على إجابة له، هل سر تألق الفرق في الرابطة الثانية وفشلها في الأولى راجع إلى عامل الكولسة؟ وسؤال سيجيبنا عنه المختصين والمحللين والفنيين لبرنامج الزاوية 90 مصطفى وائل، هل سر تألق هذه الفرق اللي ما تصمدش في الأقسام العليا راجع لعمل الكولسة؟ فيه عمل الكولسة، لكن كاين حاجة، الفرق هذوما اللي يصعدوا من أوفادير من لا ناسيونال أماتور لا ناسيونال 2 ولا من لا ناسيونال لا ليغ 2 لا ليغ 1، ستادير سي كونجونكتورال، يجي ربما رئيس عنده أغراض سياسية ولا اقتصادية ولا هذاك العام كاين دراهم، ماشي ماهوش سي با ريزولتا دون إتود ولا دون بوليتيك ولا دون استراتيجي. قال يا ودي اليوم رانا في لا ديفيزيون 4 من على 10 سنين نكونوا في القسم الوطني الاول، اون سو دون دو زاني ولا تروا زاني في كل ديفيزيون باش نطلعوا باسكو عندنا ان بروجي، سي با ان بروجي. هذاك العام جينيرالمون لي بريزيدون دو كلوب سي دي زونتربرونور، اون فابلي سا كوم سا، ولا دي زون دافير. هذاك العام جون سي با يجي المير ولا دي جي اس حبيبو صاحبو من العرش تاعو ولا دي كوميرسون في الاخر، قال يا ودي كيفاش الدشره الفلانيه طلعوا احنا ما نطلعوش، قالها يا نافوهم اللي كيرشقوا كامل 100 مليون ولا جون سي با مليار لواحد ولا، ومن بعد يطلعوا يفون يزاشيت تو يطلعوا، ومن بعد يسو روند كونت كو او بو دون اني في لا ديفيزيون 1 اوفان في لا ديفيزيون 2 سي بوكو بلوس دو ديبونس سي بوكو بلوس سيريو
سي فهمتني اي بوف با تونير لو ريتم يعاودوا يوليو يحبطوا باسكو الطلعه تاعهم انو بي با ا اون استراتيجي ولا اون بوليتيك ماشي قال كيما غيرو اومين في لي زاني 60 لي ريسبونسابل تاع اوكسار ايزون ديسيدي قال في لي زان 72 نطلعوا سوا ابارتير دو 72 نديروا ايتترا سي اون بوليتيك كان مشروع لا لا حنا باسكو البريزيدون هذا العام عنده حبيبو عنده صحابو قالوا له يا ودي كيفاش العرش الفلاني طلع البلاد الفلانيه طلعت حنا ما نطلعوش هيا نديروا نيف كيفاش هذوك طلعوا حنا ما دونك ليكيب اللي ما عندهاش مشروع رياضي ما تنجمش مسا كلير اش كون اوكان كلوب كي ان بروجي حتى في بروبيسون نو كاين دي فيل باغ اكزومبل جو نسي با كاين دي فيل كيما سيتيف كيما اوران كيما نو نو ايزون كان بروجي مي عندهم اون تراديسيون لا لا تراديسيون دي تيتغ عندهم نو عندهم لا تراديسيون ستادير ستيف سي با نورمال باغ اكزومبل بارلون دو سيتيف جي اس كا باغ اكزومبل اي سباس تو سكي سباس مي غير جي اس كا لي ما طيحش ما C'est ça, c'est... Il y a 3 ou 4 ans en arrière, les 3 années, elle jouait les derniers... Oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Même si c'est la JSK. Non, je suis d'accord. Quel mot, les clubs, les clubs, Moussa Saïb. Donc, maintenant, je ne dis pas la JSK ou les gros clubs. Non, mais dites l'exemple. Non, mais quand tu vois l'analyse tech, t'as le club qui est là. Après, il fait l'ascenseur, il redescend. C'est que là, sur de mauvaises bases. Il n'y avait pas de bonnes bases que je là. Sinon, ce n'est pas normal. Tu es champion d'une des deux... Et l'année d'après, tu deviens. Tu reviens au dernier. Quand ils ont fait, ils ont fait deux ans, ils ont fait deux ans, ils ont fait deux ans. Donc, je ne sais pas. Il n'y avait pas de base. Donc, le niveau de la D1 est supérieur à celui de la D2. Oui. Non, pas le niveau. Parce que le championnat de la nationale et la nationale 2, mais c'est kiff-kiff. La nationale 2, c'est beaucoup plus l'engagement physique. La nationale 1, c'est beaucoup plus technique, tactique, la qualité des joueurs. نعود نقولوا للكلوب اللي طلعوا من لا ناسيونال 2 لا ناسيونال 1 كما قال مغبيل مصطفى سي فري جا ان بريزيدون عنده ان اوبجيكتيف لازم يطلع هذا العام هو ان باراليل عنده نوتر اوبجيكتيف في لا فيل ديالو اكزاكتومون فهمت سوا سو بون بوليتيك سوا سو بون كوميرسيال عينو على مرسو تراب ولا عينو على اكزاكتومون يلوح لو باكي باش يطلع في هذاك العام يلوح كاع كيما يقول لك لي موان تاعهم باش هذاك العام يطلع اي سوفي كي يطلع هذاك العام كيما قالك موسى سير دي باس سوليد ما طلعش دي باس سوليد ما دي حوزك نص تاع اللاعبين يحوزهم اي كومبلي لونترينور اللي طلعوا باسكو على بالو بلي طلع ماشي يعني فوتباليستيك طلع افيك لي مويان تاعو ومن بعد لي مويان تاع العام الجاي ينقصوا بارابور لي مويان تاع داك العام يولي ما يخلصش اللاعبين ما يموتيفيش لي جوار لي بريم دو ماتش ناقصين ما خلصش 3 موا 4 موا هو في بالو بلي راه بروفيسيونيل يدخل في لي بروبليم يدخل في لي بروبليم ما يدخل في لي بروبليم سيتو لكن ان بريزيدون جون ما عندوش الخبره يعني بارابور ا دوتر بريزون دو كلوب تاع لا ناسيونال 1 اوتوماتيكمون ريغريس ميم ليكيب تنقص ومن بعد هو يعاود يحبط حتى يلقى روحو بارمي لي داني ابراهيم بوطالب اما نزيد برك نقول واش كوم لاناليز تاع الجماعه اللي تري تري كوريكت كيما قال موسى قبيله قال لك سور دو بون باز نورمالمون اون ايكيب كي تكون اون دوزيام ديفيزيون ولا اماتور حبت تطلع اون ايكيب راهي لتحت نقولوا اون ايكيب راهي لتحت حبت تطلع باش تطلع elle doit avoir les meilleurs joueurs elle doit avoir une très bonne administration لازم كل مسؤول يقوم يتسمى بالمسؤوليه ديالو بالدور تاعو على احسن ما يرام شوف كاين مسؤول يجيب سبونسور كاين مسؤول على العتاد كاين رئيس الفريق اللي هو لازم كلش يجوز عليه كاين مدرب كفء كاين لاعبين ممتازين هذا هو الفريق باش يطلع باش يفي اون اكسيسيون ويطلع درجه بدرجه كما قال مصطفى مي حنا في الجزائر اليوم انا بريزيدون عندي دراهم مش عارف منين جابهم ومن بعدها حبيت ندير الاسم هو عنده دراهم يفاش فير انو بس على بالو بالاسم يفا فير يفا كوا دريبلي تسمى لو شيف اللي راح يحطوه هو يحلوا له البيبان كيما محلين البيبان الاخرين يمد جو سوي سور بالك انتر ريجيون تشوف ان كلوب كيما انت ريجيون خالد لونيسي قبيله 10 مليار يمشي باش يجي لي ماتش نادي كمال ان كلوب تاع انت ريجيون يمشي ب 10 مليار هو ينفيستي هذوك 10 مليار وبعد يسنى اون كونتر بارتي لي زوتوريتي لوكال كاش لو تيران كاش بروجي كاش عفسه ومن بعد كاين لي زوتوريتي لوكال كاين اللي يمشيو معاه كاين اللي دي فوا ما يمشيوش معاه ومن بعد كيطلع الفريق اوتوماتيكمون الا كانوا 10 مليار
راك تو را بيزوان دو 20 مليار باش تجيب لاعبين احسن من اللي عندك، باش تجيب مدرب احسن من اللي عندك، وباش باش مام المسؤولين اللي معك اللي كان عنده نيفو كورفا لازم لك ان باشو اليوم بعدها، باسكو الفريق راح يكبر اوتوماتيكمون بعد يولي يتخبط يعني. المستوى يصعد بعد يولي يتخبط في المشاكل ومن بعد يعاود يولي منين جا بوراجوتي بارابور واش قالوا الجماعه. دونك سي فري كونت شون دوزيام ديفيزيون ليغ 2 سي دير لا موتيفاسيون دو لاكسيسيون elle est plus importante que de jouer le maintien en ça c'est en division qui te compte là même ça crée de l'ambiance dans la vie, ça crée beaucoup de choses, mais quand tu es en Ligue 1 tu joues que le maintien, c'est ça l'erreur. Normalement quand tu as l'objectif du maintien c'est déjà tant mieux, tu es en première division, le maintien après tu te relâches, c'est ça qui se retrouve derrière. Ce n'est plus les mêmes ambitieux. Le مشكل انا نظن انه شنو نقول ملف نروح الملف اخر فيه لي بريزيدون دي كلوب دي فوا يكذبوا على اللاعبين تاعهم ما يخلصوهمش يخلصوهم بالك لي 3 4 كاين بزاف لي بريزيدون هم ليك لاعبين معنا نحكوا على النيفو فسر لي 15 بوان في يكون خليني نكمل لك كمان المشكل ماهوش في النيفو يخلص اللاعبين 5 6 ماتش الاولين ويخليهم يديرهم دو فون دوفون فتره كومبلي لي سيبورتور خلاص يقول لك لعبوا طلعه لي جوار يكملوا لا سيزون ويلعبوا الطلعه تاعهم ومن بعد ما يكملوا لهمش دراهمهم لي ميم جوار يلعبوا في الدوزيام ديفيزيون بريزو ما يقدرش يكذب على لي جوار تاعو عامين هذه وحده. دوزيامون حتى المستوى ما بين القسم الاول والقسم الثاني، القسم الثاني ربما كان اربعه خمسه حتى ست فرق عندهم مستوى ربما اللاعب ماشي الادوار الاولى سي دي زونسيان بورسون لا ليغون كيما نهضروا دوكا على بليده على الشاويه على لازمو على الناس على بالعباس على تلمسان عندنا بيت عندنا هذا العام يتلعب على تاريخ تاريخ مدينه عريقه عندك سته بصح كي تلعب لي زوتر زيكيب مام يطلعوا باش تلعب دوك باش نقول لك انا فريق كيما الشاويه ولا كيما بليده دوك يلعب في بولوغين ويربح الاتحاد العاصمه في بولوغين ولا يربح سطيف في سطيف بهذا المستوى اللي راهم فيه كي تطلع لازم لك الدعم الفريق لازم تغاردي لو ساتور وحده ودوزيامون لازم الدعم الفريق لاعبين عندهم تجربه وخبره عندهم تجربه وخبره. نغلق هذا الملف الخاص بالفرق التي تصعد ولا تصمد في الاقسام العليا لنتحدث في الجزء الاخير والملف الاخير عن ندرة المهاجمين في البطولة الوطنية، مهاجمين على شكلة بن صولة، على شكلة إبراهيم بوطالب، علي موسى، سمير عليش، يسعد بورحلي، والقائمة قد تطول لمهاجمين قدموا الكثير لكرة القدم الجزائرية، ولكن اليوم للأسف نجد مدافعين هم أحسن هدافين الرابطة المحترفة الأولى وحتى الثانية لكرة القدم. في المقران وأكثر التفاصيل. هادو كيفاش دوكا تي باريزم تونتريني واحد اوبليغاتوار تحت الفطر ابري كاين لاسياج لو كاين دي جوار حبابا كي مي بريباو شي كيما يقولوا لي ماتش تاعو كيما نقول باريزم ميدي شي ريكوبيراسيون تاعو صديب كل واحد وكيفاش دي بوا تكون مونديري سي دوفو لي بيت من هذايا دي بوا كيما يقولوا دي سونتر فورماسيون دوكا هذيك حبابا كي داير ما كاش ابا كيما يقولوا بارادو كاش لي زيكيب اللي كاين دي سونتر فورماسيون لي سونتر كودي ان شاء الله كما يقول هذه كما نقول النقطه اللي خصنا كما نقول البطوله الوطنيه تاع الجزائر هنايا لي سونتر فورماسيون ما كاش ماشي ندره المهاجمين المهاجمين كاين الله يبارك شغل ندره الاهداف كاين دي ماتش اللي راهم لي ديفونسيف هما اللي مسجلوا اهداف دوك على ندره المهاجمين هذه الندره هذه معناتها ما بداتش معناتها من هذه الاعوام صح ما عندناش حنا في الجزائر ما عندناش زاتاكون اللي ماركيو 20 هدف في البطوله 25 30 كيما لوروب لاخاطش تبدا من لا فورماسيون باسكو لا فورماسيون تاع لا فورماسيون ملي كنا معناتها ملي كنا نتكونوا من ليكول حتى نون سينيور لي زاتاكون لي ديفونسيون لي ميليو تيران يخدموا كيف كيف ما كانش زعما نقولوا ان ترافاي سبيسيفيك نورمالمون لي زاتاكون عندهم ان ترافاي وحدهم حنا كنشوفوا الدريبات تاع الاوروبيين لي زاتاكون عندهم ان اونترينر وحدهم ونقص التركيز لما تعودي تشوفي الفرص اللي احنا كفرق رانا نعاني منها نقص الفعاليه ونقص التركيز قدام المرمى نشوفوا بلي الفرص نوصلوا للمرمى واللاعب كيما نقولوا ما يركزش روحه ويدخل في الدسم روح
قبل ما يدخل في الدسر هو يكون التركيز، ما يكونش التركيز كي تعرف ان ما يكونش التركيز وما تكون نقص الفعاليه اللاعب يجي يخرج من المباراه. التكوين ماهيش كيما راهي، وانا نقول لك قبل ما نجوزوا لي جوار جو بونس انايا بكري كي كان الغازون كنا نشوفوا دي جوار، نشوفوا كيف يقولوا الجو اللعب، مي دوك ولا طارطون ما ناش نشوفوا فريمون ان جوار لي سيكسبريم با. لي ديفونسير نجمو يماركو، لي زاتاكو ثاني نجمو يماركو، ديفونسير ثاني نجمو يماركو، كيف زعما اتاكون ديفونس كما كاع اللي يلعبوا في مستطيل اخضر تما كاع يلعبوا نجمو. لكن جو بونس بلي لو مونك دو سونتر فورماسيون ما كانش الوسائل كما يقول لك لي جون تاعنا كي تشوف فيه ما عندهمش الوسائل ماشي متوفره باش الوسائل الكافيه. ان شاء الله حنا نتمنوا ان شاء الله الموسم القادمه ان شاء الله يكونوا الوسائل هادو سورتو لي جون تاعنا ان شاء الله يكون عندهم بون فورماسيون ان شاء الله. اهلا بكم من جديد. اذا في الجزء الاخير سنتحدث في برنامج الزاويه 90 عن ندره المهاجمين. بدايه ستكون معك ابراهيم بوطالب. نقص المهاجمين شوف كمال نظن هذا لافونسون دو ميتي ولا لاتاكون في كره قدم. ان اتاكون ايلي في سوا بور كري لوكازيون دو بوت، سوا بور ماركي لي بوت، سوا بور باش يجيب ضربات جزاء. نظن المشكل الكبير اكطويلمون في كره قدم مودرن دركا شاك بوست عنده سون بروبر اونترينمون. لي كاليتي تاع 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 مهاجم ماشي كيما لي كاليتي تاع مدافع. لي كاليتي تاع مدافع ايمن ماشي كيما لي كاليتي تاع مهاجم ايمن. وهو المشكل وين راهو؟ اللاعبين الكل رانا نديروهم في مجموعه ويتمرنوا افيك لي ميم تسمى كاليتي كساسوا فيزيك تكنيك ولا تكتيك. ونورمالمون المدربين لازم يتفطنوا الحاجه اكطويلمون للمتدرب لازم يكون شاك جوار في البوست ديالو يكون سبيسيفيك لونترينمون ديالو. واكطويلمون النادره تاع لي زاتاكون هادوما سيك في لي كلوب تاعهم اي ترافاي با اسي. وانا جاي لوكازيون شفت ان اونترينمون خطرا دون غروند ايكيب هنا في الجزائر. في لونترينمون يتمسخروا لي زاتاكون، انا ما يخدموش سيريو. انا خطرا واحد المدرب قال لي كي كنت نلعب قال لي سعيد سو كو تو في ا لونترينمون تسيبو في الماتش. قال لي في لونترينمون ديفون لي بوت تمسخر تو فاراتي دي بوت. من هذاك النهار في لونترينمون جو ترافاي سيريوزمون، تسمى ديفون لي بوت ما نتمسخرش. بعد لا ريوسيت جات بطبيعتها. نظن هذا هو المشكل الكبير، سك المهاجمين تاعنا بالك اون بليس ما عندهمش ثقه كبيره في نفوسهم، زيد ما يخدموش. ما يخدموش. خاد لونيسي ما تشوفش البروبليم بتات الشيما تاكتيك تاع اللي يديروا اي مدرب اللي ما يخليش لي جوا لي زاتاكون ما يتليبيروش. بون على كل حال اون ايكيب دو فوتبول اللي ما عندهاش دي زاتاكون ماهيش ايكيب. هذه حاجه الاولى باسكو لي زاتاكون حنا علاش نلعب ماتش سي بور ماركي. الا ما عندكش ديفينيسور ولا دي كرياتور ولا دي زاتاكون دو ميتي ما عندكش فريق. سي فري لي شيما تاكتيك تبدلوا شويه، الناس ولات تلعبوا 4-4-2 هادو لي زيلي نسيناهم شويه، صوفي تلعبوا 3-5-2 افيك لي زيلي. مي سي بوكو بلوس حنا ولينا نلعبوا افيك دو زافونسون كالكو سوا لو شيما ولا كالكو سوا لا تاكتيك تلعب افيك دو زافونسون. مي لي زافونسون دو بوينت اللي ما كانش لا بروف حنا ليكيب ناسيونال بلي بروفيسيونال اللي عندنا كي تشوف ان سوداني سليماني هما اللي راهم بيتا في الفريق الوطني وسي دي جوار يعني لوكو يعني لاعبين محليين. هذا ميم اون اوروب راه مخصوصين زاتاكون. مي النقص صح كما قال لك بوطالب في لي زونترينمون جينيرالمون لو فوتبول مودرن لي كلوب ولا لي زونترينور كان دي زونترينور اللي يلعبوا الفوتبول كان دي زونترينور اللي ما لعبش الفوتبول يعرف يخدم بالونترينور مي ما لعبش الفوتبول مي حاش لو بوان فابل بوان فور تاع ليكيب تاعو. انا باغ اكزومبل نشوف بلي غدوا عندي لي زاتاكون في هذاك الماتش راطاو 6 فاس ا فاس. اي با لا سيونس لا بروجين سيونس سي بلون تاكتيك ترافاي سبيسيفيك بور لي زاتاكون ساعه ونص ديفون لي بوت باش يجيب لا كونفيونس باش يجيب الحس التهديفي اكزاكتومون فهمت.
لا ميتريس تكنيك دوفون لي بيت ما يخافش يخرج مع غارديان بيت فاس فاس ما يخافش. حنا نو حنا نشوفو دي زونترينور يخدموا الكوليكتيف بوكو بلوس كوليكتيف سي لو جروب كونسيرفاسيون دي بالون كوليكتيف والفيزيك والفيزيك صافي بارتي بون فيزيك يا با بروبليم والفيزيك كما قال لك دركا ميم الفيزيك بوتيت اون اوروب موسى وشاف كان دي جوا اللي مخصوصين فيزيك يخدموا مع زونترينور سبيسيال ليهم والاخرين يخدموا اللي راه ملح فيزيك مو يخدموا دور سيونس فهمت. خل ثاني دونك ميتنون je sais pas dans le football moderne ce qui a changé donc maintenant on n'a pas de il y a pas d'avancement type ou la justement hضرت على الشيما تكتيك peut-être les matchs qui peut être offensif comme elle peut être défensif comme par exemple avec l'exemple tu as le Barça il y a pas un avancement type au Barça bien sûr ouais. Et regarde le nombre de buts qu'il marque ça c'est le football moderne qui demande ça PSG kif بصح نهار ايموفيتش اللي با بصح نهار الكاليتي دي جوار وي لا كاليتي نهار اللي يديروا نهار اللي يديروا الهجمه تاعهم تصيب في التوزيع في التوزيع من عند لاريير غوش ولا لاريير دروات تصيب ربعه خمسه لاعبين داخل منطقه العمليات هذوك الفوتبول مودير كما يقول لك موسى احنا بالك ماناش مختصين احنا كاعلاميين بصح رانا نتبعوا يلعبوا ان بلوك ان بلوك ديفونسيفمون ان بلوك اوفونسيف دونك شونجمون هذا اللي خلى ما خلاش يبو ديزافون سونتر بصح بصح او نيفو دي جون دي جون تاعنا ما كاش خدمه جوستومون اللي جانا فورماسيون اون باس بازي سور لو نيفو الجيريان خلال اون با سا دير دي زونترينور كي سون كابابل دو تفير سورتير دي فريز افون سونتر كيما كانوا بكري دونك ميتنون نعطيك ان اكزومبل تشوف با اكزومبل بكري تروح للسي ال بي ان جوار كي سور دو لو GSK un joueur qui sort du lot, Mouloud Yakif qui est Steph. Justement, justement. Donc quand GSK, qui c'est qui sort du lot? Justement, c'est la question qui a posée à Ibrahim Boutal. Je sais pas. À l'époque, tu as joué exemple, tu as joué à Rélizan, 25 buts. Tu as Kabran, 17 buts. Khalil El Hadi, 22 buts. Azzat Achlef, Djazar dans l'Harraj, Baya dans Boufarik, Ait Houssine dans Dat. مي هادي اكتوال مو ماناش نشوفو هاد لي بيوت هادو لا البيوت تاع الشامبيون تاعنا 13 بيوت 9 بيوت كاع بيناتي بالاريتي اون بليس با اوبلي ثاني ان اوتر فينومين نو بريزيدون ديك تو بارل دافون سونتر رامن ان افريكان ان اترونجي اي شيرش با كومبروندر جيب ان اترونجي سان تو البلاس كوم افون سونتر اون برودوي با هادي تصرالنا صارتنا كيما اون انجلتير سي كوم سا كاع لي افون سونتر كاع لي بيوتور سي دي اترونجي سي بور سا ليكيب دانجلتير تي او ديبي ان مومون Elle avait un passage à vide par rapport à. Absolument. Il n'y avait pas d'attaquant pour elle. Donc, toutes les recrutées, c'est des étrangers. Kamal, Kamal, il y a une différence entre attaquant ou une différence entre buteur. Buteur, Haja, ou attaquant, Haja. Le buteur qui m'a dit que Khaled Koubila, il a fait le travail de Sahabo. Le finisseur. Le finisseur. Qui m'a dit que Ben Abbo. Exemple, qui m'a dit que Khalili. Hadouma, les anciens Hadou, les canaux, c'est des buteurs. 25 buts, 29 buts la saison. Kamal Hadouk, mais il ne bâdouche pas 18 mètres. انا كنت نتفرج خالد خليلي 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 ماشي يجيك ماشي يجيك سير كوتي يجي يجري خليلي في 18 متر افيك لا ماليس تاعو منا يخرج يماركي يل فينيسي لو ترافاي تاع صحابو تاع في الحراش كان خالد تاع فوالا تاع لي غوشو مي اكتويلمون حنايا حبينا نخلقوا نسينا شويه لا كاليتي انترانسيك تاع لو جوار الجيريان اللي هي بوكو بلوس في لي زيسباس ليبر ou les espaces libres, dans les 18 mètres, avec la vivacité ou l'intelligence dans le jeu. Tu vois un bousser libre, ou tu vois Khalili, ou là, l'attaquant, le défenseur, il a un mauvais contrôle, top le dehors. C'est ça le football, c'est ça le buteur. Ou qu'un des attaquants, non, le buteur, justement, le sujet est le buteur. Enfin, le mouchkel, je pense que c'est Moussa qui a touché du doigt le vrai problème. Le mouchkel, c'est qu'on ne forme pas. On ne forme pas. Les clubs ne forment pas. Roh Djib Hadak Mel Congo, Roh Djib Hadak Mel Mali, Kain Wahed émigré, Roh Djibou. Et ils ont oublié la formation. Maintenant qu'il y ait des différences entre un attaquant et un buteur, c'est vrai qu'il y a. Mais entre un buteur et un buteur, Kain aussi un attaquant. Kain une différence, pardon. Ali Moussa, c'est un buteur. Mais Ali Moussa, il est marqué Gherbrasso. Boussri, c'est un vrai buteur, Abdeslam. Boussri, c'est un renard des surfaces. Bourahli, c'est un technicien. Je ne sais pas les détails techniques. Je pense que, bien sûr, Bourahli part de loin, il dribble les 3-4 joueurs, il y a le gardien, il marque. Un peu comme Khaled aussi. Moi, je ne sais pas les détails. Ma conviction, c'est que les clubs ne forment plus. تروح تشوف لي جون يلعبوا تروح تشوف لي كادي ولا لي مينيم يلعبوا ولا لي جونيور اوسي يلعبوا
l'attaquant Hadak, même s'il a quelques qualités et tout, on lui donne, parce que nous sommes obnubilés par la télévision, Barcelone-Real, 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 c'est-à-dire qu'il a des qualités, et l'entraîneur Hadak, il drape fait le sifa, il aime le jeu comme Xavi, alors que Xavi, il y a un seul, Iniesta, il y a un seul, il y a un seul. Femme qui fâche. C'est un problème, ou attention, les jeunes, les catégories jeunes, c'est tout un monde, quand tu dis, on n'entraîne pas un cadet comme on entraîne un senior, on n'entraîne pas un cadet comme on entraîne un junior. On demande des exigences à un cadet comme on les demande à un senior. J'étais entraîneur à la GSK, je trouve l'entraîneur des jeunes, il se galère les joueurs pour la victoire. Je dis, attends, le mec, c'était intelligent dans l'entraîneur, il dit chaque année, il t'a là deux, trois joueurs en équipe première, c'est ça sa victoire. Absolument. C'est pas ça. Le titre qui m'intéresse. Exactement. Moi, qui t'a là des joueurs en équipe première, c'est ça. Donc, je reviens à ce que. Il pense plus au résultat, comme quoi j'ai gagné le championnat. Moi, je reviens à ce que. Et c'est mon intime conviction, c'est ma profonde conviction. Le mouchkel, le ferq, maï kounouch. C'est ça, bien sûr. La patte kaina. Les techniciens aussi, mais au matin, il y a une certaine pression. Vous dites l'exemple Barcelone, réellement, des grands clubs à dos. Chaque qui m'a fait l'entraînement, il y a un staff. Tout un staff. Les attaquants, on demande à quoi ils entraînent. Mais le défenseur, kiff, l'entraîneur, le gardien. Non, smahli. Nous, on a tout à l'heure, Ben Abou, Khlili. Exemple, dites exemple. Ben Saoula, Manal, j'en passe. C'est une race. Non, smahli. C'est une race. Je suis d'accord, mais elle a été formée. Parce que quand Nourdia, elle forme un homme. كانوا رجال فورماهم من ناد ما جاش هكذا من با طومبي دو سيال بن صاولا كيف ما جار كيف ثاني مصطفى كان شيما تكتيك على ليبوك سي دو 4 3 3 جوستومون ان سول بوينت دونك توت ايتي بازي سور لا بوينت ميتنون تبدل 4 4 2 لي دو دي جوار نو مي فرانشمون موسى تو كي انترينور فرانشمون سي تو افي دي جوار سي تو افي ا دروات ما جار ا غوش عصاد انفا دو لا ميم ترامب ها اي دو لا ميم ترامب با لي فري نون اي بن صاولا ما تلعبش 4 3 3 هذا ثاني لعب 4 3 كان عندي دي جوار جو جو 4 3 3 كان حيماني افون سونتر انا ثاني صارت لي كان حيماني وبن سعيد دوز افون سونتر كي تلعبهم في زوج ما مارشرا جامي دونك يفالي يوتيليزي واحد تي اوبليجي دوتيليزي ان سول دوكا مي دوكا ولاو يلعبوا اون 4 2 3 1 ولاو شغل يوتيليزي وهذا الشيما تاكتيك في ريال مدريد ميم في دي كرون توجور يخلوا لافون سونتر تروا جوار اوفونسيف موراه وكاين دو جوار دو ريكيبيراسيون بصح حنا نشوفوا بصح ما يطاكيو بخمسه بيان سور يطاكيو دي فوا يطاكيو بنف جوار يطاكيو بخمسه من بعد شوفوا برشلونه تصيبهم نف جوار داخل تي زويت يخلعوك مي حنا نوليو حنا كون نوليو غير الحراش تاع 98 سي انكور ميو واش دانا حتى الريال ولا برشلونه كون نوليو غير لامسيو تاع 85-86 جي اس كات هذيك ليبوك سي اكستراوردينار صح مصطفى حنا اسمح لي انا نقول لك نو نافون با بوكو كوا كو يعني فو ريلاتيفيزي ثاني لي دو ميور بيوتور دو ليكيب ناسيونال بيان سور راح نقول لك ما نجمش نظلمو فو با ديرو لي ما كانش ميم عوديه مي اوسي سليماني وسوداني مي ما كانش كيما كنت تقول انت في غليزان كاين واحد في تلمسان كاين واحد في لامسيو كاين ثلاثه في ماسكارا كاين زوج في عنابه كاين في سطيف كاين في الحراش كاين كامل كاين كامل با توت لي تو لي كلوب عندهم دركا سي فري بس ني با تو لي كلوب سي بور سا لي كان انا بون ليكيب ناسيونال Parce que on forme pas. Maintenant, on ne forme plus. Soudanais, parce que Fischlif, quand ils mettent la chance les jeunes. وخرج عوديه باسكو طاح في اون ايبوك في سي ار بي وين كانوا مدوا لا شونس وصلاتي اي توا عمر عوديه عطاو لا شونس لولادهم خرجوا هذو اللي جوا عندنا ما كونفونت في الحراش عابد عابد او ما كانش يلعب هاو دار في الديرني ماتش هذا مولاندري دار فيه كونفيونس او ماركي او ماركي اكزاكتومون ميم لاني باسي من قبل كان يعني كان بيان كان كيدخل ما كانش يلعب كان بونجاح دونك كمال كاين اون كيستيون اللي راهي دوك في دماغي ماذا بيا Je vais la poser et en même temps, je vais donner une petite solution. Comment choisir un joueur en tant que profil attaquant? Je connais des cibles. مناد كان باين في صغره باين شافوا الانترينور منا بون هاد لي كاليتي على حساب لي كاليتي اللي عنده ليكسبلوزيفيتي لا ديتونت وكان ما يملش بالك دوفون لي بيت كان عنده لاستان ولا واحد كيما خالد ولا واحد ان اتاكون كيفاش نخيرو هذا نديرو اتاكون سي بارابور او كاليتي فيزيك تكنيك دوك كاين ان جوار هو عنده لي كاليتي طويل عنده دي كاليتي اتليتيك و سي لو بلان تكنيك شويه برك نلعبوه افونسونت ولا نلعبوه نيميرو 10
هاو المشكل تاني وراه علاش ناقصين لي زاتاكون الجيري بالك اون ديتكت با ما كانش لي زونتر صناعيه كان بوست صناعيه ما كانش لو بروفيل يعطيك الصحه خالد دوك انا نحط ان اونسيان جوار مع لي جون نشوف لي كاليتي الحق كان 16 اون 17 اون وليدي انت روح تلعب ليبيرو وليدي انت روح تلعب الي وليدي انت توي في بور جوي افونسونت ومن بعد نعلمو كيفاش لو رول تاع لافونسونت ونعلمو ديفون لي بيوت كيفاش يخدم وكذا نولو هذه لا فورماسيون بصح لا فورماسيون شكون وشدها شكون يخدم فيها وشكون يخمم لها كاع هاو البروبليم وراه ولي الحديث باقيه مصطفى وائل ابراهيم بوطالب موسى الصايب طارق قادري خالد نونيسي شكرا لكم على كل الايضاحات التي قدمت والمواضيع التي تحدثنا فيها عن المنظومه الكرويه وعن لعبه اسمها كره القدم شكرا لكم على وفائكم ومتابعتكم لهذا البرنامج الزاويه 90 نلتقي الاسبوع المقبل بحول الله وعدد جديد وملفات اخرى نتطرق فيها بكل شفافيه وبكل جراه لا نخشى في قول الحق لومة لائم في امان She's a beast. I call her karma. She eats your heart out like Jeffrey Dahmer. Be careful, try not to lead her on. Shawty heart is on steroids 'cause her love is so strong. You may fall in love when you meet her. If you get the chance, you better keep her. She's sweet as pie, but if you break her heart, she turns cold as a freezer. That fairy tale ending with a knight in shiny armor. She can be my sleeping beauty. I'm gonna put her in a coma. Damn, I think I love her. Shot it so bad, I sprung and I don't care. She rap me like a roller coaster, turn the bedroom into a fair. Her love is like a drug. I was trying to hit it and quit it, but little mama sold.